بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا ومصر وخطط اللعب في أولمبياد باريس 2024، ومعكم أخوكم أحمد إمبابي صاحب مدونة ياكورتي وقناة ياكورتي. مدونة ياكورتي هي الموقع الوحيد اللي بيشرح في الشرق الأوسط، بيشرح اللي في الشرق الأوسط وفي أفريقيا عامة، يعني الموقع الوحيد اللي بيحط تشكيلات لأغلب الفرق وخطط اللعب بتاعتها كاملة بإذن الله إن شاء الله، وفي القناة برضو، بس أغلبية الشغل بيبقى على المدونة، مدونة يا كورتي. إن شاء الله وإن شاء الله نكون موفقين إن شاء الله بإذن الله، الحمد لله زي ما وفقنا ربنا قبل كده في أغلبية الشغل بتاعنا والتشكيلات والخطط اللي عملناها قبل كده. إن شاء الله ربنا يوفقنا في الأيام اللي جاية في الخطط وفي التشكيلة دي تحت النهاردة بالذات إن شاء الله بإذن الله. إحنا شغالين على الموقع ده من سنة 2020، ويمكن محدش يعرفنا كتير على المدونة، مدونة ياكورتي. هتخش على محرك البحث جوجل وتكتب ياكورتي، هيظهر لك هتلاقي في أول حاجة مدونة ياكورتي، تخش عليها هي فيها أغلبية التشكيلات والخطط، خطط اللعب والمميزات والعيوب بتاعت الفرق، هتلاقيها المباريات المهمة كلها عليها. يعني في بتاع أقل حاجة بتاع 100 مباراة، يعني أقل حاجة فيها بتاع حوالي 100 مباراة احنا محللينها وحاطين خطط اللعب، أغلبية خطط اللعب بتاعت الفرق في العالم عامة وفي مصر وفي أفريقيا وأغلب البطولات العالمية، لغاية الفرق. يعني في فرقة برازيلية احنا حللناها، وفرقة أرجنتينية قبل كده، يعني اي الماتشات المهمه كلها اللي في العالم احنا بنحللها، والحمد لله ربنا وفقنا في المباريات السابقه كلها، وان شاء الله يوفقنا النهارده باذن الله. النهارده بيخوض المنتخب الأولمبي المصري مباراة أمام المنتخب الأولمبي الفرنسي اليوم النهاردة الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب جروباما بمدينة ليون الفرنسية، والذي يتسع إلى 59,000 متفرج، 186,000، يعني 59,186 مقعد في الملعب. ان شاء الله قبل ما نبتدي ونعمل اي حاجه يا ريت تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك وتنسيش التعليق بتاعك باذن الله، ان كان ايجابي او سلبي احنا يعني اهم حاجه تعلق وتكتب وجهه نظرك عشان نعرف نعمل حاجه جديده باذن الله، نعمل حاجة جديدة للمشاهد تكون كويسة. يعني التعليقات بتاعتك هي اللي بتدلني ان انا اتحرك واعمل فيديو صح، وهي اللي بتخلينا ان نعمل شغل صح ونتحرك صح، وان شاء الله نرسل لكم فيديوهات تكون تعجبكم، يعني اهم حاجة تعجبكم ان شاء الله، وتحليلات تعجبكم. احنا الشغل بتاعنا كله اغلبيته تحليل، تحليل بس مش
الشغل يعني اللي هو تحليل، يعني بنكشف وبنظهر الأخطاء والعيوب والمميزات وكده بتاعت الفرق في المباريات المهمة، بس ملناش دعوة ب، وإن شاء الله ربنا يوفقنا يعني، ملناش دعوة بحد، كل واحد ليه وجهة نظر، كل واحد ليه وجهة نظر وبيشتغل عليها، وأهم حاجة يعني ربنا يوفق الواحد ويطلع شغله صح والكلام اللي بيقوله صح، بس مش عاوزين حاجة أكتر من كده، مش طمعانين في حاجة أكتر من كده، وربنا إن شاء الله يوفقنا ويوفقكم في الخير كله إن شاء الله بإذن الله، وإحنا في الأيام دي أيام خير إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله تكون أيام خير بإذن الله، والمباراة دي إن شاء الله بأمر الله ربنا يكرمهم ويفوزوا فيها ويعدوا إن شاء الله، هتبقى لو عدوا وراحوا النهائي هتبقى حاجة كبيرة في الكرة المصرية، والله أعلى وأعلم، والله أعلى وأعلم. أول حاجة هنبتدي التحليل، هنقول التشكيل بتاع المنتخب الفرنسي الأولمبي، في حراسة المرمى غيوم ريجز، خط الدفاع من اليمين كيليان سيليا ده الباك اليمين، وجنبه المساك اليمين لوباك باد، وجنبهم المساك الشمال لكوبيا، والباك الشمال أدريان ترافيرت، وخط الوسط انزو ميليت من اليمين انزو ميليت، وعالدايرة كوني، وجنبهم يوريس، دول ثلاث. خط الهجوم لاكازايت ومايكل أوليس ده صانع الألعاب، وكليميندو اللي هو رقم 9 المهاجم الصريح، تشكيل منتخب مصر هيبقى إن شاء الله والله أعلم حمزة علاء، خط الدفاع هيبقى محمد حمدي عشان أحمد عيد مصاب، وجنبه عمر فايد، وجنبهم حسام عبد المجيد وكريم الدبيس، خط الوسط محمد شحاتة، جنبه محمد النني وأحمد نبيل كوكا، خط الهجوم أحمد السيد زيزو، أسامة فيصل، وجنبهم إبراهيم عادل. دي التشكيلتين بتوع الفرقتين اللي هيلعبوا المباراة النهاردة الساعة 10، في الساعة 10 بتوقيت مدينة القاهرة بإذن الله إن شاء الله، وياريت المنتخب بتاع منتخب مصر يلعب، ياريت منتخب مصر يلعب بخطة لعب 4-3-3، ياريت يعني يلعب بخطة لعب 4-3-3، هيلعب بديفندرين وقدام معلم ماشي، هيلعب بواحد وقدامه اثنين ماشي، أهم حاجة 4-3. ودلوقتي هنشرح الطريقة اللي بيلعب بيها المنتخب الفرنسي، المنتخب الفرنسي الأولمبي بيلعب بطريقة لعب 4-1-2-1-2، طبعا دي هي طريقة محدش أخد باله منها، جديدة يعني بالنسبة لناس كتيرة ما تعرفهاش. طب ايه الشكل ده فهمني، احنا نعرف 4-3-3، 4-2-3-1 مثلا، 4-2-2-2 اللي بيلعب بيها الاهلي دلوقتي الجديدة دي اللي هي على الاطراف بالنسبة للاهلي جديدة، لكن هي اصلا بيلعبوا بيها من ايام ما برشلونة كانت بتلعب بطريقة التيكي تاكا مع جوارديولا، يعني من مثلا من 2008 كده العالم بيلعب بيها كده الطريقة دي، لكن الطريقة اللي بيلعب منتخب فرنسي بيها النهاردة مثلا 4-1 ماشي، احنا نعرف 4-1 4-1، لكن 4-1 2-1 2، طب ليه الشكل ده، ايه الشكل ده، يعني ده الشكل ده اللي بيلعب بيه المنتخب الفرنسي هي طريقة هجومية بحتة بحتة، يعني بيزيد
كل الفرقة بتلعب، أغلبية الفرقة بتلعب قدام ما عدا ثلاثة بس فوق في ورا، الثلاثة اللي هم من الأربع مدافعين اللي ورا، اللي هم من الأربع اللي ورا هم اللي بيثبتوا، لكن باقي الفرقة كلها بتتقدم قدام، والشغل بتاعهم كله الشغل بتاعهم كله بيتلعب في عمق الملعب، أغلبية اللعب على اللي هو اللعيب اللي اسمه أوليسيه اللي هو رقم 7 ده، اللي هو صانع الألعاب يعني بوجهة نظري إنه هو صانع اللعب بتاع المنتخب الفرنسي، تمام أوليسيه. ف بيتقدموا بيقطع الكرات من عمق الملعب، الفريق ده بيقطع الكرات من عمق الملعب، وبعد كده بيحاول يمشي بيها أولوسيه ده، يا مرر على الأطراف يا اخترق من عمق الملعب لمنطقة الجزاء، عشان هو لعيب حريف وسريع قوي، ولو لعب على الأطراف بينهوا الهجمات بتاعتهم بالكرات العرضية. ليه؟ عشان بتميز الفريق ده ان هو بينهي الهجمات العرضية في الكرات العالية بإتقان، بيتقن الكرات العالية زي منتخب الجزائر والمغرب، بس بقى هجوميا بيتقن الكرات العالية هجوميا بيخلصها، وبالذات اللعيب اللي اسمه اللي هو المهاجم رقم 9 ولاكازيت دول بينهم في ال 18 على طول. طب والخطة دي اللي هي 4-1-2-1-2 طبعا بيلعبوا بيها في عمق الملعب، وعنديهم بيتميزوا بالزيادة العددية في الهجمات بتاعتهم، يعني بيضغط ايه مش بعرض الملعب، بيضغط بطول الملعب وفي عمق الملعب، يعني ايه، وبيلعبوا في حرية تامة للاعبين، في حرية تامة للاعبين ان هم يؤدوا الوظائف الهجومية. ده بالنسبة للشكل الهجومي بتاعه، وبالنسبة للشكل بالنسبة للوضع الدفاعي بتاعهم ونقاط الضعف دي هنشرحها، بس ايه هنشرحها هنطول فيها، هنطول في الشرح بتاعها، لكن ان شاء الله انا عاوز ايه افهمكم الخطة دي بيلعبوا بيها ازاي هجوميا برضه شوية. فريق منتخب فرنسا بيتميز بالايه، احنا قلنا بالزيادة العددية ونقل الكرات بسرعة ودقة لعب الكرات، وعندهم أوليسيه ده مهاري عالي، لعيب مهاري، فهنلاقي تحت أوليسيه في 2 على الدايرة، اللي هما الاتنين اللي هما ايه اللي احنا بنقول التمانيات. فالاتنين اللعيبة التمانيات دول اللي هما مايلوت رقم 12 ويوريس رقم 13 بيقوموا بأدوار ايه، بيعملوا بقى في نص الملعب، بيقابلوا اللعيبة اللي هي ايه طالعة من نص الملعب بالكورة، فبيقطعوا الكرات دي وبيفضوا الأماكن لمين، اللعيب اللي بيلعب صانع ألعاب اللي هو رقم 7 أوليسيه، أوليسيه فبيمروا يعني بيفضوله، بيقطعوا الكرات ويفضوله الأماكن والمساحات، وبيلعبوا له في المساحات عشان هو يكمل الدور الهجومي اللي مطلوب منه بالاختراق او بلعب الكرات على الاطراف والزيادة الهجومية، يزيد مع اللاعبين دي ويخش على الدائرة يقابل الكرات العرضية اللي بتتلعب من الاطراف، او بيخترق ويخش يلعب الكرات البينية. ده الأدوار اللي هم الخمسة اللي قدام، الخمسة اللعيبة اللي قدام اللي بيلعبوا في الأدوار الهجومية، وهتلاقيهم كلهم بيلعبوا
بعرض زي الشريط كده، في شريط في عمق الملعب، يعني شريط اتنين مهاجمين زي اتنين مهاجمين وتحتيهم اوليسيه، وهتلاقي مايلو ويوريس ده كله بقى اصبح يعني اصبحوا كلهم في ال18، كل اللعيبه دي في لحظه تلاقيها في ال18. فده الدور الهجومي اللي بيقوموا بيه، ده الادوار الهجوميه اللي بيقوموا بيها، او بيروحوا يسندوا مثلا اللي هو مايلو تروح يسند على الناحيه اليمين مع اوليسيه او مع اللعيب اللي هو رقم 10 لاكازايت، عشان يفضوا اللعب الاوليسيه برضو، عشان يفضوا اللعب من ناحيه من الاطراف، عشان يفضوا عمق الملعب لاوليسيه اللي هو اللعيب اللي هو رقم 7 اللي هو قايم عليه اللعب كله الدور الهجومي. لو مسك رقم 7 ده واتقطعت منه الكرات، فهم اصبحت ان انا فصلت الدور الهجومي كله بتاع منتخب فرنسا. يعني لو ضغط على هذا اللعيب واتمسك، هو اللعيب الوحيد اللي المفروض يتمسك مان تو مان في فرقة فرنسا، او يتمسك من بعيد، كل اللي يروح له يمسكه، لانه هو الاخطر لعيب في منتخب فرنسا، اخطر لعيب في منتخب فرنسا. بتتمثل نقاط الضعف بتاع منتخب فرنسا الاولمبي في عدم الضغط على المنافس لما يكون معاه الكوره، يعني هم لما بتتقطع منهم الكوره هجوميا ويرتدوا دفاعيا ما بيعرفوش يقطعوا الكوره في نص الملعب، بل بالعكس بتكمل هجمه المنافس عليهم، ما بيعرفوش يضغطوا، يعني ايه مان تو مان دي مش بتاعتهم، ما عندهمش، ما يعرفش يضغط عليك، يعني ايه ما. بعدين في شوارع ومساحات بين اللاعبين، بتكون في شوارع ومساحات في خط بين خط الوسط وخط الظهر، بطول وعرض الملعب، بطول وعرض الملعب، في مساحات بطول وعرض الملعب، ودي تستغرب لها، فاهمني؟ دي تستغرب لها، يعني فريق كبير زي كده المفروض ايه يعمل ايه؟ توازن دفاعي، يبقى في توازن دفاعي عشان يعرف ايه يستخلص الكرات دفاعيا ويلعب الهجمة بتاعته. لا هو بتكمل عليه الهجمات، بتكمل عليه الهجمات، يعني في مباراة مع منتخب غينيا كل هجمة فريق غينيا رايح بيها على الجون، مفيش حد قادر يوقف، بس فريق غينيا مشكلته ان هو ما كانش عنده اللعيب اللي بيعرف يوقف على الكورة، أو اللعيب رقم 10 أو صانع الألعاب أو اللعيب التقيل مثلا زي زيزو، إنه يوقف على الكورة عنده خبرة بتاع كده، يعرف يحرك اللاعبين الصغيرين اللي معاه دي. دي مشكلة كان منتخب غينيا أمام منتخب فرنسا الأولمبي، فإحنا ممكن نستغل المساحات دي بشطارة اللعيبة اللي عندنا والخبرات، انه ممكن في اول 10 دقايق او اول ربع ساعة ممكن نخلص، ممكن نحط نتيجة في فريق كبير زي كده. اول 10 دقايق اول ربع ساعة نستغل المواقف الهجومية بتاعتهم، الضغط بتاعهم، ونلعب الكرات طويلة في خط ظهرهم، نقطع ونلعب الكرات البينية الطويلة، ونلعب بمهاجم محطة، يعني نلعب بأربعة ثلاثة ثلاثة، يبقى في اتنين بيقطعوا الكرات، قصدي اللعيب ديفندر واحد يقطع الكرات ويسلم للثمانيات اللي قدامه اللي هيلعبوا الكرة السريعة على طول، البينية السريعة على طول على طول. وبعدين من ضمن الثغرات
ان الاثنين الاربعه المساكين الاربعه قصدي الاربعه المدافعين بيلعبوا على خط واحد، بيلعبوا على خط واحد، ولما بيكون الفريق بتاعهم بيهاجم بيبقى فيه 3 لعيبة بس اللي هم واقفين على خط واحد بيدافعوا، وبيتحرك باك من الباكين في لما يكون الكورة معاهم هجوميا، وبيبقى فيه الاتنين مساكين واقفين ومعاهم باك. احنا ممكن نستغل نلعب الكرات الطويلة في ظهرهم، ونستغل اللي هي لعبة الواحد على واحد والمهارات بتاعتنا. ممكن نغلط مدافع ناخد ضربة جزاء كارت أحمر، ممكن يعني فور ربع ساعة نعمل نتيجة كبيرة بإذن الله إن شاء الله، والله أعلم إن شاء الله هنعمل نتيجة كبيرة بإذن الله إن شاء الله. ومن ضمن نقاط الضعف كمان أيضا في نقطة تانية، إن في الباك الأيمن والمساك الأيمن بتبقى فيه مساحة بعرض الملعب بينهم الاتنين دول، مش بيعرفوا يغطوا صح أو يغطوا بعضهم صح، بتبقى فيه مساحة بينهم بعرض الملعب ممكن نستغلها في الاختراقات البينية على الجون على طول، تلعب الكرة البينية القصيرة على الجون، تلعب الكرات اللي بينهم دي، ممكن المدافع يغلط الطرد، المساك يغلط الطرد، ضرب الجزاء كده يعني انفراد بالجون. ومن ضمن اصلا كمان ومن ضمن ايضا نقاط الضعف لهذا الفريق يعني ان الباك الايمن قدامه في مساحة بطول الملعب كمان، دي مصيبة يعني، عاوز واحد يكون واقف على على خط النص من الجماعة أو قدام شوية اللي هما الجناح الأيسر، هو إبراهيم عادل مثلا لو لعب إبراهيم عادل يتلعب له الكورة في المنطقة دي ويروح راح على واحد ويخلص. ومن ضمن نقاط الضعف أيضا إن الباك الأيمن والمساك الأيمن ما بيجدوش التغطية العكسية، يعني لما بتلعب الكرات العرضية من ناحية اليمين بتاعنا احنا تترفع أو تتلعب بعرض الملعب، الباك الأيمن والمساك اللي جنبه مش شايفين اللي جاي في ظهرهم، عشان كده مش بيجيدوا التغطية العكسية، والله أعلى وأعلم. يا ريت الناس تفهم كورة، ولما يجي واحد يتكلم في الكورة يتكلم صح يا ما يتكلمش، يا ما يتكلمش عشان ما يتعبوناش، احنا تعبنا من الأخطاء بتاعت الناس، المفروض اللي تكون اللي هما لعبوا كورة المفروض يكونوا فاهمين أكتر مننا. ويا ريت لو حد عجبه الكلام اللي احنا بنقوله يشترك معانا في القناة ويفعل زر الجرس ودينا لايكات كده وحركات، وإن شاء الله يكون كلامنا بإذن الله صح مش غلط أو وجهة نظرنا، الله أعلى وأعلم، والله أعلى وأعلم. يا رب يكون كلامنا صح إن شاء الله بإذن الله بأمر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.